يا كوتش، هو انا هزيد كام كيلو من اول كورس هرمون هعمله؟ السؤال ده مستفز جدا وما بحبوش، لان كل شخص ليه تركيب جيني مختلف عن الشخص التاني. وعشان اجاوبك على السؤال ده انا محتاج اطالع على التركيب الجيني بتاعك، ونقرا تسلسل الحمض النووي بتاعك، ونعرف انت قادر تخلق كام جرام بروتين في اليوم. ولكن علشان نقرب وجهات النظر، عاوزك وانت في الجيم تبص على نفسك في المرايه، وانت في الجيم بعد تمرينه حلوه يكون عندك بامب خرافي، تكون نايم كويس ومحمل كارب وصوديوم. بص على نفسك بعد كل ده، هو ده الحجم اللي المفروض توصل له بعد ما تبدا طريق الهرمونات. ولكن المره دي البامبا هيفضل معاك طول اليوم، عضلاتك هتبقى دايما مليانه ميه وجلايكوجين، مش زي الغلبان الطبيعي اللي مجرد اما يروح يغير هدومه وينزل من الجيم تلاقي البامب اختفى والعضلات رجعت فست من تاني. لو ما فهمتش حاجه من المثال ده، خلينا ناخد مثال تاني. عاوزك تبص لنفسك قبل ما بدات تمرين اساسا، وعاوزك تبص لنفسك تاني بعد سنتين من الانتظام على الجيم والتمرين. المفروض ان اول سايكل ليك لو استجابتك كويسه للهرمونات انك تكتسب نفس الكتلة العضلية اللي انت اكتسبتها في اول سنتين لي. والكتلة اللي اكتسبتها في سنتين المفروض تكتسبها في 3 شهور الى 6 شهور. اذا منطقي جدا نقول ان ممكن خلال سنتين من استعمال المنشطات والهرمونات مع فهم التغذية السليمة والتمرين بشدة قوية والاستشفاء المناسب، انك توصل لنفس العضلات اللي بيعملها شخص طبيعي بيتمرن بقاله 10 سنين. اتمنى يكون وضح لك الموضوع كده، وتبطلوا تسالوني السؤال ده لانه بيستفزني جدا. وطبعا بما ان انا قلت انه بيستفزني جدا، هلاقي ان اكتر سؤال في الكومنتات هو السؤال ده. بس ده ما يمنعش ان لو الفيديو عجبك تحط لايك وكومنت وتشير.